واحد من جمعيه الله نتعاونوا غنبقاو معاكم لانكم انتم اول فرحه ديال جمعيه الله نتعاوني كاملين كاملين غنفرحوكم ان شاء الله قبل ما يسال 2024. ولكن اول فرحه غادي تكون هي انه محسن الخير تكفل بشقه لعز الدين We'll be right back.
السلام عليكم طنجاوي، مرحبا بكم في هذا العرس الاسطوري لهذه العشرة د العرسان هنا في مدينة طنجة، واللي كيعبر على الثقافة ديالنا المغربية. تبارك الله من مختلف أنحاء المغرب هذا العرسان، ما شاء الله مبادرة ما كانتش بصراحة في الحسبان، ولكن طلعت بفضل الناس الخير وأيادي الخير والشركاء ديالنا، لا من زيانات لا من نقاشات لا من محسنين، الله يكثر خيرهم الله يثبت الأجر الجامع. بصراحة أنا باش كنت في المنطقة ديال المتضررة من الزلزال، كان واحد الوليد تماك توفى لوالديه، وكان رغبني باش نكون في المكان ما نكونش شايبه طبعا باش نخطب ليه، فتماك بدينا كنشوفوا هذا نضموا راه الزوج الثاني تا هو، وهكذا تكونت الفكره. الوغ عندنا شيشاوا، فاس، تطوان، طنجه طبعا، الرباط، قنيطره، تبارك الله مراكش وكذلك، دونك من مختلف انحاء المغرب درنا واحد لو ميلونج زويون، وبغيناهم يعيشوا، يعني ماشي جبنا غير الاب والام، كل عريس وعروسه عطيناهم عدد ديال الناس اللي جاوا فرحوا معاهم هنايا تبارك الله، ودرنا الدفوع، درنا داكشي اللي كيدار في العرس المغربي. العرس غيدوز، كتبقى الموده والرحمه، كل واحد يصبر على 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 الشريك ديالو، مره طالعه مره هابطه، الله يكمل عليهم بالخير، وعقبال عرسان اخرين ان شاء الله بحول الله. باينه شكرا ما تصاوبين الفوتو كاتبكي، علاش؟ عاودنا عليه. شنو نقول لك اختي؟ حيت انا فقدت الوالدين ديالي في هذا الزلزال هذا. فقدتي العائله ديالك كامله ولا الوالدين؟ العائله كامله 12 واحد، الله يرحمهم بعدا في هذا النهار، وهذا الشيء اللي خلاني نفكر في الزواج، وكنفكر كيفاش غادي نوصل لديك البنت، وفاش جات مدام نوال. كنشكرها بزاف، وقفات معايا، وملي قلتها لها ما ترداتش، ومشينا عند دوك الناس خطبنا، وما خطبتو يعني بنت الناس؟ لا، بنت دورنيت، وتا هما الله يكثر خيرهم ما رفضونيش، الصراحة قبلوني ورحبوا بيا، كنشكرهم بزاف تا هما من هذا المنبر، وكنشكر مدام نوال بزاف والفريق ديالها. كنشكرهم بزاف جمعيه يلاه نتعاونوا، وهذا الشيء صراحه كما كتشوفوا نتوما زوين بزاف. شكرا بزاف مدام نوال. حاليا باقي ما عرفتش، كنقول الفيلاج قريب لينا، فهمتي؟ صراحه كانت عندي واحد الامنيه، ديما كنقول بحال هاد النهار غيكونوا معايا والديا، ولكن للاسف الشديد قدر الله وما شاء فعل، الله يرحمهم، وكنتمنى نتلاقى بهم في الجنه ان شاء الله يا ربي، وشكرا بزاف. مرحبا بالتواجد ديالي في هذا العرس اللي هو عرس اسطوري في الحقيقه، وعرس تنظم في واحد الوقت قياسي جدا، وجيت من مكناس لان السهرات ديالي كيهضروا على الاساس، وبيان سور انا فرحان وبارطاجي معاهم الفرحه بكل سرور، وتنشكر المنبر الاعلامي الطنجاوي اللي تحنا نهضروا مع طنجاوي والمغاربه اون جينيرال. تحيه لالا نوال الفيلالي وجمعيه يلاه نتعاونوا، وكنقول العرسان هادو اللي عاد تزوجوا، مشيو هاد الليله هي المهمه، الليله هي الدوام، شدوا في بعضياتكم في زمن قل فيه الزواج، كلشي ولا تينكر الزواج، حاولوا تقبطوا في عيالاتكم كيقبطوا بباواتنا في مواتنا، وحنا عندنا جوج عام د العمر، الله يسهل عليكم، والله ينزل بيناتكم الموده والرحمه، مرحبا. السلام عليكم، انا سميتي فوزي من ويس من دوار تيكخت، جيت لطنجه درت لنا نوال العرس، الصراحه الاجواء زوينه بزاف، وفرحانين بزاف، وعائلتي حتى هي معنا واجده، فرحانين الناس كاملين، كنشكر يعني الجمعيات يلاه نتعاونوا بزاف اللي داروا هذا المجهود كبير ان يفرحوا هذا العرس كاملين الموجودين. الصراحه ما توقعتش بحال هاد الاجواء بزاف، وهاد العرسان تا هما زوينين وكذا، ومعامله زوينه منهم، الصراحه يعني تفاجات بهاد الاجواء، وكنشكر انا نوال بزاف بزاف من هاد المربر ويكرم. الاخوان ديالنا كنشكروا الاستاذ نوال على هاد الفرحه اللي فرحت جميع الناس مزيانين النواحي، كنشكروا بزاف كنشكروا الكوكال اللي حضروا معنا هنايا بصفه عامه، جميع الاعداد، جميع المدن، وراه ما كناش نتوقعوا هاد الشيء هذا.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.